شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وإحدى الجمعيات الخيرية وعدد من المسؤولين وشركاء النجاح شهدوا توقيع البروتوكول الخاص بالتعاون، والذي يهدف لدعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه. وعقب توقيع البروتوكول تم عرض قصص نجاح لقطاع التعليم المجتمعي بإحدى المؤسسات الخيرية. تكافؤ الفرص التعليمية، يعني المبلغ الذي خصصه السيد الرئيس ليس فقط مقصورا على المدارس المجتمعية، ولكن أيضا بيشمل التوسع في بناء وفي تطوير الحضانات على مستوى الجمهورية، أيضا بيشمل بعض الأدوات المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة ولتطوير مراكز التكوين المهني. اللي بندعمه من خلال التمويل المتاح من السيد الرئيس هو ما يقرب من حوالي 1.5 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة، هذا بالإضافة إلى التعليم المجاني المتاح لأطفال تكافل الذي يصل إلى أو يستفيد منه حوالي 4.3 مليون طفلة وطفل. هي تجربة وصلنا فيها إلى أكثر من 1080 مدرسة مجتمعية فيها نحو 35,000 طالب، حققت نجاحات كبيرة جدا، وهذه النجاحات أغرتنا بالاستمرار في العمل